توجهت للقضاء شأن من شؤوني لمؤسسة معناتها المؤسسات الأمنية في بالي معناتها وضعيتي طبيعية وفي بالي أنا معناتها مواطن متمتع بكامل حقوقي وبحريتي. ثبت عندهم أني أنا مفتش عني وأنا علمتهم أني أنا معناتها تم معناتها القبض علي سابقا والاحتفاظ بي و ابقائي على في حاله سراح بعد عرضي على قاضي تحقيق في القطب الارهاب لانه تم تكييف القضيه على اساس انها ذات صبغه ارهابيه مش قضيه ارهابيه ذات صبغه ارهابيه ولكن مع ذلك معناتها خذوا الاجراءات هما نتاعهم ومن حقهم هذا ونحترم معناتها الاجراءات ال انا باش نتجاوز الديبا اللي صار الكل في علاقه انه المحامي ما عملش كف تفتيش ولا احنا ما عملناش كف تفتيش ان هم طبقوا القانون وما الى ذلك الساده المحامين معناتها ملاحظات مهمه انه القضايا ذات الصبغه الارهابيه هي قضايا ذات الاختصاص تتعهد بها محكمه تونس وقطب الارهاب معناتها حد حتى جهه عندها معناتها الاختصاص معناتها الاداره الاصل فيه جهه بن عروس اللي قبضت عليه عملت فيه محضر ايقاف مفتش عنه تعمل اشعار لجهه اريانا جهه الاصل في دعوه التفتيش هذه هذا, هذا كل باش نتجاوزه لانه المحامي نتاعي انا انا اعلمت من في حالة صراحة في اريانا والمحامي نتاعي حضر لدى قطب الارهاب وحضر لدى النيابه العموميه في محكمه اريانا وحضر لدى الفرقه العدليه مع الباحث الابتدائي منش في حاله بحث لكن انا توجهت غادي كمل الى اريان واستظهر باعلام نياب كما استظهر بنسخه من قرار الابقاء على في حاله الصراع رغم ذلك خاصه النيابه العموميه معناتها عليها انها تفرج عليك في الوقت طبعا لانه مم. مش معقول شخص يتوقف بل... مرتين يحتفظ به مرتين ويطلق سراحه مرتين في نفس القضيه معناها انت انت عديت 24 ساعه خارج اطار القانون اللي هو إي حاكم في الفرقة العون في الفرقة قال إنه باش يتم الإحتفاظ به وفق النيابة العمومية أعلم المحامي وأنا حاضره بثمانية وأربعين ساعة مش أربعة وعشرين ساعة ولكن الحمد لله معناتها بعد أربعة وعشرين ساعة... أه مثلت امام قاضي التحقيق رغم انه قاضي التحقيق راهو ما قابلتوش انا البارح مش عليش اصلا باش يقابلني ولا باش خليك في حاله صراحه في السابق اي شاف حضر هو في بالنيابه وجاء حتى من نابل في اخر العشيه بقينا الخمسه نتاع العشيه باش وصل هو اطلع مجرد انه اطلاع الواحد معناتها حط ملاحظة انه هذايا معناتها يبقى في حاله صراحه لانه في حالة باقي صراحة. في حاله صراحه اي باش تفسر انت اللقطة هذه آه والله هي لخبطه مش لخبطه محامي محاميك محاميك سمير ديلو دخل معنا البارح واعتبرها لخبطه باش تفسرها اي المحامي بتبيع هي مش لخبطه هو تو حاجه من الاثنين يا باش يقول هذا التنكيل وتشفي انا مش باش نقول هذا انا باش نقول لخبطه متفهمه في غياب محامي فيدو اعلان بالنيابه وخاصه دو قرار اللي في حال صراحه تولي معناتها لخبطه يعني بدون ذلك ما كان آه. فماش تفسير واضح امكانيه ترفع قضيه في الاحتجاز اللي حكى عليها سمير ديلو غير مطروحه اليوم والله هيئه الدفاع معناتها هيئه الدفاع مش ترفع قضيه مالك مالك أنا مالك أنا مالك أنت تكون تحب ترفع قضيه انت على كل انا مانيش جيفار أنا, انا غاندي انا غاندي مانيش ربي يهديه وكا هو معناها ماكش ترفع ماكش باش ترفع قضيه ميساج نجم الناس لك في مارس زاد توقع ايقافك تحسنت ظروف الايقاف في بشوشه البارح على ظروف السجون تحسنت ظروف الايقاف لا هي بيدها مم. وانا ادوم حاجه بركه في بوشوشة حسنوا الماكله نتاع الناس اللي تحفظ كرامه الناس الماكله الماكله فقط مم. البقية الاشياء هم قالوا تحسنت ما قبل الثوره انا مانيش ما عنديش علاقه بالسجون ولا الماكله في بوشوشة دعوه باللي حتى إن من باب الانسانيه أحفظوا كرامه الناس اللي يتوقفوا غاديك فما شكون يتوقف 15 يوم ما يبقى معناتها بدبشو هكاك الأقل على الاقل ياكل ماكله فمشكون فما شكون معناتها يتحير له العذر في الماكله هذه الماكله لانه العائله ما عندهاش الحق تجيب قفه في في الايقاف هذا ما عندهاش لا زوج ولا قفه ولا في ماء في ولا حتى السجون ربي يبارك فيهم يعاملوا في معامله حسنه ويجيبوا خاصه الماء يجيبوا في الماء ما عندكش حق حتى تدخل دبوزه ماء معناتها تشرب من السباله هذيك